السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق 17 من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي لفتت. الملك أيده الله تقدم في التنسيق العسكري والدفاعي مع أمريكا. الجعفرية إحياء عاشوراء إلكترونيا ومدة الخطبة حسب المقتضيات. تمكين نسخة جديدة من برنامج دعم الأجور ومراجعة تطوير الأعمال. ومع عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي نقلت ولي العهد الكوادر الوطنية الشابة أغلى ثروات الوطن. اختيار البحرين مقرا دائما للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وإلى صحيفة البلاد والتي استهلت لجنة لمحاربة التطرف والإرهاب وغسيل الأموال. الداخلية الأفضل في رفع معنويات الموظفين. الإمارات التهديدات الإيرانية تحريضية وغير مقبولة. ومع صحيفة الوطن والتي نشرت شراكة وثيقة وعلاقات تاريخية تجمع البحرين وأمريكا. بقلم الكاتب محميد المحميد نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان مناسبة إنسانية يجب استثمارها، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. بالأمس تابعنا لقاء سمو الشيخ ناصر بن حمد بالطفل الكفيف محمد علي وإهدائه جوادا تحقيقا لحلم الطفل في لفتة إنسانية رفيعة تأتي استمرارا للنهج الطيب والكريم الذي يحرص عليه سموه في تعزيز القيم الإنسانية. ولعله من حسن الطالع أن يتزامن تكريم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بجائزة شخصية العام القيادية الفخرية في مجال المنح مع اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي سيصادف يوم الأربعاء القادم، ليأتي تأكيد الاهتمام مملكة البحرين بالعمل الإنساني بشكل متواصل ومستمر. اليوم العالمي للعمل الإنساني فرصة سانحة لإبراز مبادرات مملكة البحرين الإنسانية التي تحققت عبر رؤية الملك المفدى وجهود الحكومة الموقرة وبرامج ومشاريع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد، وعبر التاريخ العريق والمتواصل للعمل الخيري الأهلي. هذا ونقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أشاد باختيار مملكة البحرين مقرا دائما للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى المملكة في قطاع ريادة الأعمال. كما ونشر صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب عبد الله الأيوبي والذي أتى بعنوان غلطة الفطر تكررت في الأضحى، فإلى المقال. بينت أحدث الأرقام التي أعلنها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أن البحرين سجلت 2750 إصابة مؤكدة خلال أسبوع واحد بعد عيد الأضحى. هذا الارتفاع الجديد في أعداد الإصابات بين المواطنين والوافدين الذي يعود سببه على ما هو واضح إلى تزايد الاختلاط وتبادل الزيارات خلال عيد الأضحى، سوف يزيد من الضغط على العاملين في مواجهة كورونا ويؤثر بكل تأكيد على الجهود الوطنية في هذا الشأن، وهذا لا يستقيم مع المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع.
نشرت صحيفة الوطن أن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية هنأ الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات المرحلة النهائية لبطولة أقوى رجل في البيت، مشيدا سموه بالتفاعل المميز لوزارة شؤون الأعلام برئاسة علي الرميحي مع بطولة أقوى رجل في البيت من خلال تخصيص برنامج واستديو خاص لنقل منافسات المرحلة النهائية من البطولة، والذي منح البطولة حضورا إعلاميا كبيرا وأسهم في إبرازها على الشكل الذي يحقق لها النجاح. هذا ونشر صحيفة الوطن أن الطالب المبدع ماجد حسن درويش من مدرسة السماهيج الابتدائية الأعدادية للبنين ابتكر صندوق طاقة متنقل يعمل بالطاقة الشمسية. نتحول إلى صحيفة الأيام، حيث نشرت أن وزيرة الصحة فائقة الصالح أصدرت قراراً بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم، وبحسب هذا القرار يجب أن تقتصر المطاعم والمقاهي على تقديم الأطعمة والمشروبات للعملاء على طاولاتهم ومنع تقديم البوفيه والالتزام بارتداء الكمامات عند الدخول والخروج من المطعم أو المقهى. إلى ذلك لفتت صحيفة الأيام أن رئيس الأوقاف الجعفرية يوسف الصالح أكد أن الجهات الرسمية حريصة كل الحرص على نجاح إحياء موسم عاشوراء، مشيرا إلى أن وقت الخطيب سيكون حسب ما يقتضيه موضوع الخطبة. فيما بيّنت صحيفة الأيام أن ملخص الخطة السنوية لصندوق العمل التمكين لعام 2020 بيّن أنه سيتم التركيز على مراجعة الوضع الاقتصادي للسوق، حيث النمو الاقتصادي والوظيفي في مختلف قطاعات مملكة البحرين، والعمل على نسخة جديدة من برنامج دعم الأجور. ننتقل إلى صحيفة البلاد، حيث نشرت أن وزارة الداخلية حصلت على جائزة أفضل برنامج لرفع معنويات الموظفين للعام 2019 لدى مشاركة فريق السعادة التابع للموارد البشرية في جائزة السعادة في مكان العمل، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. لفتت صحيفة البلاد أن الشيخ الدكتور راشد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية دشن مشروع تركيب اللوحات التعريفية الذكية لكافة جوامع ومساجد مملكة البحرين بهدف تعزيز توثيق واستكمال كافة المعلومات حول المساجد والأوقاف التي تأتي تحت إشراف إدارة الأوقاف السنية. هذا ونطالع من صحيفة البلاد مقالا للكاتب محمد الحلي، فإلى هذا المقال. إن إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة لخوض تجارب شبيهة بمجالات العمل المتنوعة منذ الصغر تدعم خبراتهم وترتقي بمهاراتهم وتمهد الطريق أمامهم ليكونوا عناصر فعالة مستقبلا. وهنا أذكر مبادرة رائدة أهلت الكثير من المراسلين في مختلف مدارس البحرين وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، فمبادرة مراسلي مدارس التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم ساهمت على مدى 7 سنوات من التدريب والعمل الميداني في استقطاب المواهب الطلابية في مختلف المجالات والتي تتعلق بالصحافة والإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. وبهذا المقال مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.